تكابد كل يوم لحفظ الحليب ومشتقاته من التلف. في النيجر لا طاقة للحليب بطقسها الرطب ولا كهرباء لتبريده وحفظه إلا لبضع ساعات. جراء ذلك تتراكم أكياس الحليب الفاسدة وتتراكم معها خسائر المحل. للأسف سيدفعنا هذا إلى إغلاق الكثير من المستودعات، ليس كلها بالضرورة لكن الكثير منها أكيد. في الجانب الآخر من شارع غابت عنه الكهرباء، تكذب الكهرباء لافتة المحل، فدقيقة واحدة لم تعد كافية لاستخراج صورة، كما يعد المحل زبائنه. أحيانا عندما نشرع في العمل تنقطع الكهرباء فنشغل المولد، وحين ينتهي الوقود نضطر للذهاب للبحث عنه. غابت الكهرباء عن البلد فانتشرت المولدات في كل ركن، وإن انتكست التجارة وتراجعت مداخل قطاعات كثيرة فإن قطاعا واحدا تقريبا كان الاستثناء. صارت محلات إصلاح المولدات أعجز من أن تستجيب للطلب على علاج المعطوبة منها، لكن بشرط توفر قطع الغيار. منذ قليل حاولنا إصلاح مولدة لكن لم تكن لدينا بعض مكوناتها. حالما ننظر إلى نوعية بعض المولدات نبلغ صاحبها بأننا لا نملك قطع الغيار اللازمة لإصلاحها. تحود العقوبات إذن دون توفر قطع الغيار، ويحول ذلك دون صيانة المولدات، ما يجعل الحصول على الكهرباء في حالات الانقطاع مستحيلا. في هذه الحالات تحال المولدات التي لا رجاء من إصلاحها إلى مستقرها الأخير في هذه الأكداس. قد يكون شراء مولد جديد هو الحل الأخير، لكن توفر المولدات الجديدة بعد العقوبات هو أيضا أمر غير مضمون تماما. بين شعب النيجر والكهرباء وسيط ذو شأن هو المولد، صغيرا كان أم كبيرا يخفف عنهم شيئا من الحر وقدر من الشقاء وكثيرا من الظلام، لكن العقوبات جعلت المولدات وسيطا غير مضمون. إن غابت قطع غيارها عن السوق تحال مباشرة إلى المقبرة. خليل كلاعي للعربي، نيامي، النيجر.